الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في قمة تجاوز الأزمات بالدوري الممتاز. الزمالك يلاقي الإنتاج الحربي بمعنويات السوبر في ختام لقاءات الجولة 18. وباريس سان جيرمان يهين برشلونة برباعية تاريخية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. نشرة رياضية من أون لايف، أهلا بكم. يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم بملعب السويس في ختام الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى كل من فريق لتجاوز خسائره، حيث يطمح الأهلي إلى تجاوز كبوة خسارة السوبر أمام غريمه التقليدي الزمالك منذ أيام، بينما سيعمل الدراويش على تحقيق انطلاقة جيدة في بداية الدور الثاني من أجل مصالحة جماهير الإسماعيلية عقب النتائج السلبية في الدور الأول. ويذكر أن الأهلي يعتلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 22 نقطة. إلى ذلك، خرج عبد الله السعيد نجم وسط الأهلي من قائمة فريقه أمام الإسماعيلي بداعي الإجهاد، ولحق بالسعيد أحمد فتحي الذي يعاني هو الآخر من إجهاد شديد في العضلة الخلفية. في المقابل انضم سليمانية كوليبالي وعمر بركات للقائمة التي ستخوض اللقاء، في حين استمر استبعاد أحمد حمودي. ونبقى في الدوري الممتاز، حيث يعتلي الزمالك مع نظير الانتاج الحربي في 8 مساء اليوم على ملعب باترسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري الممتاز. ويسعى الزمالك لاستغلال الدفعة المعنوية الرائعة التي يعيشها لاعبوه بعد الفوز بكأس السوبر والحصول على 3 نقاط من أجل اللحاق بالمتصدر الأهلي، حيث الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق 11 نقطة عن المارد الأحمر، وله مباراتين مؤجلتين أمام مصر للمقصة وطلائع الجيش، بينما تحتل كتيبة شوقي غريب المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة. يعتزم الثنائي طارق حامد وعلي جبر لاعبا نادي الزمالك المشاركة في المباريات بدءا من مواجهة طلائع الجيش المقررة الاثنين المقبل في الأسبوع 19 من الدوري الممتاز. هذا وقد قرر الجهاز الفني للقلعة البيضاء منح اللاعبين راحة سلبية حتى الجمعة المقبل ليغيبا عن مباراتي الإنتاج الحربي والأولمبي قبل المشاركة في مباراة طلائع الجيش. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي اليوم في ختام الأسبوع 18 من الدوري الممتاز، حيث يقود قمة الدراويش والشياطين الحمر تحكيميا الحكم محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح وطارق سامي حكما رابعا، بينما يدير سمير عثمان مباراة الزمالك والإنتاج ويعاونه تحسين أبو السادات وهاني خيري وإبراهيم محجوب حكما رابعا. تعادل فريق إنبي مع النصر للتعدين بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد باترسبورت ضمن لقاءات الأسبوع 18 من الدوري الممتاز. تقدم إنبي في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب صلاح عاشور، قبل أن يدرك النصر للتعدين التعادل في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب عبدالله شحات. وبهذه النتيجة وصل إنبي لنقطة 19 في المركز 12، فيما ارتفع رصيد النصر للتعدين إلى 10 نقاط في المركز 17. فاز فريق سموحة على الشرقية بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الأسبوع 18 للدوري الممتاز. سجل أحمد رؤوف الهدف الأول في الدقيقة 47، فيما أضاف إسلام محارب الهدف الثاني في الدقيقة 67. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 33 نقطة ولا يزال في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشرقية عند 8 نقاط في المركز الأخير بجدول المسابقة. قرر الجهاز الفني لكرة
كرة القدم بنادي سموحة بدأ تحضيرات فريقه لمواجهة مصر المقصة اعتبارا من اليوم الأربعاء دون راحة بعد فوزه على الشرقية بثنائية نظيفة. ويحل سموحة ضيفا على مصر المقصة ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري العام والمقرر إقامتها الأحد المقبل. ويسعى سموحة لمواصلة انتصاراته بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقصة، خاصة أن الفريق يعد أحد المنافسين له على المربع الذهبي. قرر عماد النحاس المدير الفني لفريق الشرقية خوض تدريبات في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بملعب المنطقة المركزية بالعباسية استعدادا لمواجهة إنبيا السبت المقبل في الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذين شاركوا أمام سموحة مرانا استشفائيا، بينما سيخوض الاحتياطيون والمستبعدون مرانا عاديا. أكد أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان أنه يسعى إلى تحقيق انتصارات خلال الفترة المقبلة مع أسوان وتقديم أفضل ما لديه خلال الدور الثاني بالدوري الممتاز. أبدأ جون أوتاكا لاعب فريق أسوان ساعدته بالعودة للمشاركة في دوري الكرة الممتاز، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده مع فريقه من أجل تحقيق نتائج أفضل خلال مباريات الدوري الممتاز. انا فرحان طبعا، انا رجعت من دار ممتاز وانا عندنا فريق كويس. ماتش كان مش وحش النهارده، كان كويس، بس يعني انا اتمنى الماتش الجاي يعني اكسب ان شاء الله. الكره بالنسبه لي حتى الدوري ممتاز ودرجه تانيه هي يعني انا لعيب كوره وفرحان لان انا ما نادي اسوان النهارده، يعني ان شاء الله خير. يعني انا مديت ست شهور مع اسوان. كان في بعض العروض الخارجيه اوتاكا بالنسبه لك؟ عروض من بره؟ هنشوف بعدين يعني الفتره. ايوه هنشوف. النهارده شفت المباراه ازاي من وجهه نظرك؟ كان مباراة صعب شوية عشان الملعب يعني فاهم، يعني صعب يلعب فيه، ويعني ماتش كويس يعني الحمد لله. كان ماتش يعني احنا يعني انا كان المفروض اكسب يعني، بس هو كرة كده يعني. قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي استمرار الفريق في معسكره المغلق، وذلك لحين انتهاء مباراة القلعة البيضاء أمام الأولمبي المقرر لها الجمعة المقبل في دور 32 لمسابقة كأس مصر. ومن المنتظر أن ينضم باسم مرسي لمعسكر الزمالك حيث يغيب عن مباراة الإنتاج الحربي للإيقاف، بينما سيكون جاهزا لمباراة الأولمبي بعد انتهاء إيقافه لتضم القائمة البيضاء 22 لاعبا. وقع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك عقده الجديد مع القلعة البيضاء بشكل رسمي. وجاء توقيع شيكابالا دون تحديد فترة العقد الجديد أو قيمة راتبه السنوية، مؤكدا أنه يثق في مسؤول الزمالك وأن هدفه الأول هو مصلحة النادي. خرج كريم حافظ مدافع لانس الفرنسي من تشكيل المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة بعد الفرصة التي حصل عليها اللاعب في أمم أفريقيا بالجابون. هذا ويبحث الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر عن ظهير أيسر خلال مباريات الدوري المقبل، وتتجه أنظار لاستعداد أو استدعاء أيمن أشرف لاعب سموحة خلال المعسكرات المقبلة. وكان المنتخب قد عانى بشدة في أمم الجابون بعد إصابة محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة، ما دفع كوبر للدفع بأحمد فتحي في الناحية اليسرى. أكد أحمد دويدار مدافع فريق سموحة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال دويدار إن المفاوضات بدأت معه بعد توقيعه مع أحد الأندية الكويتية للانضمام إليها مطلع الموسم المقبل عقب انتهاء عقده مع سموحة الذي يمتد لستة أشهر فقط. وأضاف دويدار أن عقده مع النادي الكويتي يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 150 ألف دولار، مبينا أنه يتعين على أي ناد يرغب في التعاقد معه أن يسدد ذلك الشرط الجزائي. تواجد النجم المصري رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي في تشكيل أفضل 11 لاعبا في الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية. وكان موقع بليتشر ريبورت الإنجليزي موقع نشر تقريرا عن تشكيل أفضل المواهب الصاعدة خلال الجولة الماضية، والذي ضم رمضان صبحي بعد تألقه في مباراة كريستال بالاس بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي، حيث صنع هدف ستوك الوحيد في المباراة. مشاهدينا فاصل قصير، نعود لاستكمال هذه النشرة.
اهلا بكم مشاهدينا مجددا. نشر محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونادي روما الإيطالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر أول صورة له من تدريباته مع روما بعد عودته من رحلة الجابون. يذكر أن روما يحتل وصافة الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس متصدر البطولة. كشف عصام عبد الفتاح المشرف على لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن وجود نية لدى الاتحاد لزيادة بدلات الحكام بجميع الدرجات سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة. وأضاف عبد الفتاح أنه يعد خطة شاملة لتطوير قطاع التحكيم خلال فترة وجود المجلس الحالي برئاسة هاني أبو ريدة، سيعرضها قريبا على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل البدء في الخطوات التنفيذية لتفعيلها. أعلن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر فراعنة الشباب المقرر انطلاقه اليوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها زامبيا في الفترة من 26 من فبراير الجاري وحتى 12 من مارس المقبل. وضمت القائمة 24 لاعبا بينهم 5 من الأهلي و2 من الزمالك. حصد فريق السيدات المركز الثالث ببطولة أفريقيا للدرجات الهوائية المقامة في الأقصر فيما خسر فريق الرجال في المنافسات. البطولة الأفريقية للدرجات على أرض الأقصر، الموافقة جت إزاي؟ فكرت في الموضوع ده إزاي؟ ولا مش كانتش فكرتي، كانت فكرة الاتحاد الأفريقي نفسه اتحاد مصر وعرضوه علينا، وطبعا رحبنا جدا لان احنا الفتره دي بنركز في الاقصر ان احنا بجانب السياحه الداخليه سياحه المؤتمرات وندخل السياحه الرياضيه، فكنا تعمل بطوله قاريه في الوقت دوت في وقت جميل زي دوت في كل الدول ديت، فاكيد طبعا هتبقى مفيده للترويج للاقصر، وبنبعت فيها رساله قد ايه بلدنا جميله وشوارعنا كويسه وجاهزه لمثل هذه البطولات. احنا طبعا بنرحب باي مهرجان او اي بطوله او اي مسابقه عندنا او اي مؤتمر، مفيش حاجه عندنا بتترفض خالص على الاطلاق، الامن عندنا مستقر والامور تمام، كله في اطار حركه تنشيط السياحه عندنا، وزي ما انت شفت النهارده يوم كله بهجه وفرحه وسرور وسط الناس، واحنا طبعا موجودين معاهم وان شاء الله كل خير ويوم يعدي على خير وباذن الله يكون مصدر بهجه وفعاليات اخرى تانية قادمه باذن الله. ان شاء الله طبعا النهارده كان سباق قوي جدا ما بين اقوى فرق في افريقيا، نيجيريا، اثيوبيا، اريتريا. اريتريا نيجيريا ديت بطل دوره العاب الافريقيه الاخيره اللي كانت في الكونغو، كانت واخده هي البطوله هي البطل، الحمد لله قدرنا النهارده نكسبها ونجيبها في الطريق ونعمل عليها فرق كمان 3 دقائق، وده انجاز كويس وقربنا قوي من اريتريا، قدامنا حوالي دقيقه وبيننا وبين اثيوبيا، وان شاء الله السباقات الفردي اللي جاي باذن الله نحقق حاجه كويسه ان شاء الله. سباق كان صعب؟ أكيد طبعا منافسة أفريقيا بالنسبة للدرجات صعبة شوية عن منافسة العرب أو منافسة في الدرجات عامة، عشان احنا أغلب الفرق الدرجات في أفريقيا قوية يعني أغلبهم محترفين، فإن احنا نخش في رانكينج اللي احنا نرتب عليهم أو اللي احنا نكسب ميدالية منهم دي حاجة كويسة، عشان الفرق اللي بتلعب معانا قوية جدا واحنا بقدر إمكاننا كنا بنحاول إن احنا نجيب أول، بس ما قدرناش ان احنا نعمل اول، بس ان شاء الله ده بيدينا حافز ان احنا في الفردي العام نجيب اول، وابتسام في الكونتر ان شاء الله هتعمل حاجه وهتجيب اول باذن الله الميداليه الذهبيه. قرر اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم نقل البطولة العربية المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 وحتى 9 من مارس المقبل إلى المركز الأولمبي بالمعادي بدلا من جهاز الرياضة العسكرية. ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الملاكمة أن نقل البطولة إلى المركز الأولمبي بعد موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة نظرا لجاهزية الصالة والمدرجات لاستقبال هذا الحدث. وأشار غنيم إلى أن هذه البطولة ستشهد منافسة قوية بين اللاعبين العرب من مختلف البلاد العربية.
أسفرت قرعة البطولة دبي الدولية لكرة السلة عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية من مجموعات البطولة والتي يشارك بها 9 فرق، حيث وقعت مصر في المجموعة الثانية بجانب فريقين من لبنان وفريق أمريكي، بينما جاء في المجموعة الأولى هوم نيتمان ومايتي والنصر الليبي وأهلي دبي وجمعية سلا. ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب الوطني بقيادة الإسباني أورينجا إلى دبي غدا الخميس. شهدت العاصمة الفرنسية باريس سقوطا مدويا لبرشلونة الإسباني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسية، حيث دك البارسيون مرمى برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، وذلك في ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وبدأ أنخيل دي ماريا في أعلى درجات تألقه ليسجل هدفين في الدقيقتين 18 و55، بينما سجل لاعب الوسط الألماني يوليان جاكسلر هدفا في الدقيقة 40، وأكمل أدنسون كافاني حفلة الأهداف في الدقيقة 72 لصالح بطل فرنسا الذي خاض أفضل مباراة له هذا الموسم، ليصبح الفريق البارسي في موقف رائع قبل مباراة الإياب في 8 مارس المقبل بالكامب نو، بينما يبدو رفاق ميسي في مهمة أشبه بالمستحيلة في لقاء الإياب. إلى ذلك أجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي زيارته لمصر والتي كان مقررا لها اليوم الأربعاء في إطار ترويج لحملة سياحية علاجية لمرضى فيروس سي. وكان من المقرر أن يصل ميسي القاهرة عصر اليوم ويتوجه بعدها لجولة في منطقة الأهرامات، إلى أن الهزيمة الثقيلة التي مني بها برشلونة أمس أمام باريس سان جيرمان كانت سببا في تأكيد الزيارة. ونبقى مع ذهاب ثمن نهائي الشامبيونز ليج، حيث فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف، وسجل اليوناني كوستاس ميتروغلو هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 48، وأضاع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ ركلة جزاء لدورتموند في الدقيقة 58 بعد أن تصدى لها حارس بنفيكا البرازيلي إيدرسون. وستقام مباراة الإياب في 8 من الشهر المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك ماقل دورتموند. يلتقي فريق ريال مدريد مع نابولي في 10:45 مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يحل أرسنال ضيفا على بايرن ميونخ في 10:45 مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا في ذهاب دوري 16 بدوري أبطال أوروبا. يسعى الفريق الألماني للظهور بشكل جيد والحصول على لقب البطولة بعدما خرج من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا، وذلك في كل من المواسم الثلاثة الماضية. يرغب الفريق البافاري بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيتوتي في التأكيد على قدرته على تغيير الوضع في الموسم الحالي والمنافسة بقوة على استعادة اللقب القاري. كثيرا من نجوم أوروبا شاركوا في الحدث الكروي الأهم في العالم وهو دوري أبطال أوروبا، لكنهم لم يحصلوا على الكأس. دعونا نتذكر معا تلك الأساطير الكروية. رغم إبداع العازف لا يكتمل اللحن أحيانا، ويبى المشهد أن يبلغ ذروة الكمال، هذا هو ما ينطبق كلية على مسيرة أساطير تزينت كرة القدم بإبداعاتهم وتخلد سجلها بتتويجاتهم. ذاقوا حلاوة كل الألقاب ولمست أيديهم كل الكؤوس، إلا كأسا واحدة فقط أبت وعليهم تمنعت، إنها صاحبة الأذنين، دوري أبطال أوروبا. أتعلمون من هو قيصر روما؟ لا، ليس يوليوس قيصر، إنه فرانشيسكو توتي الذي نال كل الألقاب الممكنة مع ذئاب العاصمة والأتسوري. لم تتمنى عليه السيريا إي ولم تستطع مقاومة إغراء مهاراته كأس العالم، إلا أن أفضل لاعب في تاريخ روما لم يكتمل مشهد متحف منزله بصاحبة الأذنين،
وربما يعتقد البعض أن إصرار توتي على البقاء في قلعة الذئاب رغم تلقي عروضا مغرية من أكبر وأعرق أندية العالم كان سببا في عدم تتويجه باللقب القاري الأغلى. ولكن ماذا عن أحد أعظم حراس التاريخ والذي نال مع السيدة العجوز والأتسوري 19 لقبا متنوعا على رأسها كأس العالم ببرلين عام 2006 في نهائي النطحة الشهيرة بخلاف الجوائز والألقاب الفردية؟ لكن ورغم كل ذلك لم يعانق جيجي صاحبة الأذنين رغم خوض النهائي مرتين في نسختي 2003 و2015. موسوعة تصدق أو لا تصدق لم تغلق بابها أمام أفضل لاعب في تاريخ المستديرة دييغو أرماندو مارادونا بعدما قاد ملك كرة القدم منتخب التانجو للفوز بكأس العالم بالمكسيك في نسخة عام 1986 محرزاً أكثر من 30 جائزة فردية أبرزها لاعب القرن العشرين دون أن يكسب ود صاحبة الأذنين. رغم جمال تاج الظاهرة البرازيلية لويس نازاريو دا ليما رونالدو والمرصع بأغلى الألقاب وأجمل الجواهر إلا أنه بقي منقوصا من الجوهرة الأجمل آل تشامبيونز ليج فأفضل لاعب في العالم 3 مرات والذي لعب لقطبي كرة القدم برشلونة وريال مدريد أنهى مسيرته الأسطورية دون التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي بقي أمراً مستعصياً على ظاهرة المستديرة. قائمة الأساطير الذين تمنعت عليهم سيدة البطولة الأوروبية تطول لكننا لا نعلم هل هم من خسروا شرف نيلها أم بالأحرى هي من خسرت شرف ملامسة أيديهم. تغلب سان أنطونيو سبيرز على إنديانا بيسرز ب 110 نقاط مقابل 106 نقاط ضمن منافسات دوري السلة الأمريكية للمحترفين. وفي مباراة أخرى تغلب فيلادلفيا على تشارلوت بنتيجة 105 نقاط مقابل 99 نقطة بينما خسر أوكلاهوما سيتي ثاندر من واشنطن ويزاردز بنتيجة 98 نقطة مقابل 120. صعد السويسري روجي فيدرر بطل أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام إلى المركز التاسع في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين. مشاهدي انتهت هذه النشرة لم يبقى سوى التذكرة بأهم عناوينها. الأهلي يصدم بالإسماعيلي في قمة تجاوز الأزمات بالدوري الممتاز. الزمالك يلاقي الانتاج الحربي بمعنويات السوبر في ختام لقاءات الجولة 18. وباريس سان جيرمان يهين برشلونة برباعية تاريخية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. مشاهدينا انتهت هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.